قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبمشايخنا وبعلومهم في الدارين، اللهم آمين. قال: فصل في أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها، يعني الصداق والصداق مشتق من الصدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصلب، وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت. وهذا المال مال الصداق، أو المال الذي تأخذه المرأة من الزوج، إما أن يكون صداقا وإما أن يكون متعة، إما أن يكون صداقا إما أن يكون متعة. فالصداق اللي هو المهر، الصداق اللي هو الإيه؟ المهر. هذا يجب الصداق، هذا يجب بالعقد، يعني إذا عقد وجب عليه أن يدفع لها هذا الإيه؟ هذا المهر. جميل؟ هذا يعني إيه؟ الأمر بصورة إجمالية يعني. أما الصداق فيجب بسبب الفراق، بسبب الطلاق، وكل مرأة طلقت لها متعة، كل مرأة طلقت لها متعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا طلق الشخص امرأة وجب لها المتعة، يعني أعطاها الإيه؟ أعطاها مهرها من قبل، قد أعطاها مهرها من قبل، ثم طلقها وجب لها متعة، إلا التي طلقت قبل الدخول بها وقد فرض لها فرضا، يعني شخص فرض لها فرضا، يعني فرض لها أو كتب أو سمى لها مهرا. رجل تزوج امرأة، قالت وليها: زوجتك ابنتي أو موليتي على فلانة، قال: قبلت ومهرها كذا، فرض لها فرض، قبل أن يدخل بها طلقها، قبل أن يدخل بها تستحق الفرض المهر هذا، وليس لها إيه؟ وليس لها المتعة. الصداق والمهر لم الصداق والمتعة لم يحدد الشرع فيهما قدرا معينا لأقل الواجب، بل إن تراضيا على شيء كان، إن تراضيا على شيء كان هو ذلك. وفي المتعة إن تنازع فرض القاضي على الزوج مقدارا معينا باجتهاده. أما المهر في بداية النكاح اللي هو باب الصداق، فهذا يجب أن ترضى به الزوجة لأنه حقها، يجب أن ترضى به الزوج. وهيجي معنا في كلام الشارح الكلام عن تفويض المرأة. يعني إيه تفويض المرأة؟ التفويض هنا مش التفويض بتاع الكلام، التفويض هنا اللي هو ايه؟ ان تقول زوجني بلا مهر، تقول المرأة لأبيها زوجني بلا مهر. تعال نقرأ الكلام. قال: ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح. قال يستحب اثناء عقد النكاح، يستحب ان يذكر المهر. طب ان لم يذكر لا يسقط، هو واجب، هو ايه؟ هو لا يسقط، ولكن يستحب أن يسمى في العقد. قال: ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح. انظر إلى هذه المسألة. قال: ولو في نكاح عبد السيد أمته. هذه صورة المسألة، أن هناك سيدة، هذا السيد عنده عبد وأمه، عنده عبد وأمه، هذا العبد وهذه الأمة ملك لهذا السيد، صح؟ فإذا أراد أن يزوج هذا العبد لأمة غيره أو لامرأة أخرى، من الذي سيدفع المهر؟ السيد. طب هذا السيد سيزوج عبده من أمته، العبد والأمة كلاهما ملك له، فسيزوج هذا العبد من هذه الأمة. فهنا كلام الشيخ ابن قاسم بيقول: حتى ولو في هذا النكاح الذي سيدفع فيه الايه؟ السيد، المهر سيدفعه لمن؟ الامل اللي هي هو يدفع المال لنفسه، لكن
قال حتى يستحب أن يذكره. المعتمد في هذه المسألة أنه لا يستحب، المعتمد في هذه المسألة أنه لا يستحب أن يسمي المهر، أن يسمي المهر، أن يسمي السيد المهر في نكاح عبده لأمته، أو في نكاح عبد السيد أمته، تمام؟ وقيل يستحب، وقيل إيه؟ يستحب، فيها خلاف بين المتأخرين. قال: ويكفي تسمية أي شيء كان، يكفي في التسمية أي شيء كان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ التمس ولو خاتما مهر، ولو خاتما من حديد، لابد أن يذكر أي شيء بشرط أن توافق عليه الإيه؟ أن توافق عليه المرأة. ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم، وعدم الزيادة على 500 درهم. هنا المهر شيء مسمى، ويأتي معنا في كلام الشيخ إن هو يجوز، أو عين يجوز أن يكون منفعة. يبقى يسن عدم النقص عن 10 دراهم، يسن النقص عن إيه؟ عدم النقص عن 10 دراهم، وعدم الزيادة على 500 درهم. طب هو الآن تزوجها دون أن يسمي أصلا، فإن لم يسمي هي المسألة التي تلي، يعني قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت فلانة، المعلومة لديه، قال: قبلت. هنا سمى مهرا، هنا لم يسمى المهر، هنا لم يسمى المهر. فإن لم يسمى سيجب، فإن لم يسمى سيجب بواحدة من الإيه؟ من هذه الثلاثة التي سيذكرها. ولكن العقد صحيح، العقد صحيح، لكن يسن أن يعطيها شيئا من المهر. وممكن يسمي، ممكن يسمي شيئا ولا يعطيها، يكون كل المهر ماله مؤخر، قد يكون كل المهر إيه؟ مؤخر، يقول على مهر قد كذا، وهذا المهر كله مؤخر. يعني ايه مؤخر؟ يعني بعد الايه؟ بعد الدخول به. فبعض العلماء قالوا لا بد ان يعطيها شيئا، فقالوا يسن ان يعطيها شيئا من المهر قبل الدخول، ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا، ولو شيئا يسيرا. طيب الان لم يسمي شيئا في العقد، لم يذكر لا قليل ولا كثير، زوجتك ابنتي اللي هو الإيجاب، فالقبول من الزوج، قال إيه؟ قبلت، انت صارت زوجته، ولم يذكرها مهرا. قال: وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء عقد النكاح عن المهر، وهو كذلك. فإن لم يسم في عقد النكاح مهر، فإن لم عفوا يسمى في عقد النكاح مهر، صح الإيه؟ العقد. وهذا معنى التفويض، ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة، كقولها لوليها: زوجني بلا مهر، أو على ألا مهر لي. طب لو قالت له: زوجني فقط، هل يعد كلمة زوجني فقط هكذا تفويضا في المهر؟ لا، إنما هي فوضته في الإيه؟ في النكاح، أن يعني أن يختار لها ما يناسبها من زوج. قال: زوجني. في هذه الحالة لابد أن يذكر لها المهر. التفويض قد يكون من امرأة راشدة بالغة رشيدة، وقد يكون من امرأة صغيرة غير بالغة أو غير رشيدة. التفويض المعتبر، التفويض المعتبر هو الذي يكون من الايه؟ من البالغة الرشيدة. أما لو صغيرة، عندنا يجوز نكاح الصغيرة، صح؟ ولكن الدخول بها مشروط بإطاقتها للوطء وغيره. فقالت هذه الصغيرة الغير بالغة لأبيها: زوجني على ألا مهر لي. لا يسمى تفويضا، بل يجب ويأثم الزوج وأوليها إن خلى الايه؟ إن خلى العقد عن مسمى. بل يجب أن يسمي لها إيه؟ أن يسمي لها مهر لأنها صغيرة. فإن لم يسمي لها ودخل بها وجب مهر المثل. واضح؟
لكن التي تفوض هي من؟ البالغة الرشيدة. قالت زوجني على ألا مهر لي، مش عايزة مهر، هي قالت كذلك، أو على ألا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت، فالولي يقول نعم خلاص زوجتك موليتي أو ابنتي على ألا مهر له، وينفي المهر أو يسكت دون أن يذكر لا نفي ولا إثبات. ففي هذه الحالة تصير هذه المسألة اسمها مسألة التفويض في المهر. ومثل التفويض قد يكون من السيد، وكذا لو قال سيد الأمة لشخص زوجتك أمتي ونفى المهر، يعني إيه ونفى المهر؟ يعني قال على ألا مهر أو لا أريد منك مهرا، أو سكت لم يذكر لا إيجاب ولم يذكر فرض مهر ولم يذكر نفيه، أو سكت، ففي هذه الحالة صح التفويض. والتفويض الصحيح يكون من أحد اثنين، من الزوجة البالغة الرشيدة أو من السيد في حق الإيه؟ في حق الأمة. طب الصغيرة هل يصح تفويضها؟ لا يصح. طب إذا فوضت وجب أن يسمى لها، وجب الصغيرة وجب أن يسمى لها إيه؟ أن يسمى لها مهرة. تعال ادخل هنا، وجب أن يسمى لها مهرة، فإن لم يسمى لها مهرا ودخل أثمة ودخل بها وجب مهر الإيه؟ وجب مهر المثل. طيب هو الآن لم يسمي لها مهرا اللي هو التفويض، هل معنى ذلك أن المهر سقط؟ لا يسقط المهر، حق للزوجة، حق البضع. قال وإذا صح التفويض وجب المهر فيه، أي في النكاح أو في العقد، بثلاثة أشياء، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما فرضه. وقال زوجني على ألا مهر لي، فقال الولي موافق، فقال زوجتك على ألا مهر لها، فقال الزوج إيه؟ قبلت وفرضت لها 1000، فقبلت الزوجة، صح، الزوج هو الذي فرضه على نفسه. فإذا فرضه الزوج على نفسه يشترط إيش؟ إذا فرضه الزوج على نفسه أي ذكر هو المسمى ولم يطالبه الأب أو ولي المرأة بمهر معين، هو الذي فرضه على نفسه، ففي هذه الحالة يصح بشرط أن تقبل به الزوجة، أن ترضى به الزوجة. الثاني أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الحاكم على الزوج، ويكون المفروض عليه مهر المثل، ويشترط علم القاضي بقدره، أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط. طب هو إما أن يفرضه الزوج على نفسه، أو جرى هذا العقد بين يدي الحاكم، زوجتك على ألا مهر له، فقال الزوج إيه؟ قبلت، ولم يفرض على نفسه إيه؟ مهره، فجاء الحاكم أو نائبه فقال مهرها كذا، لكن الذي يفرضه الحاكم هو مهر الايه؟ مهر المثل. يعني ايه مهر المثل؟ هو القدر، قدر المال، قدر ما يرغب به في مثلها، قدر مال ما اردت ان تتزوج امرأة ترغب في هذه المرأة، سترغب فيها بكم؟ ستدفع مهرا كم؟ في كل بلد او كل ناحية او كل أسرة او كل قبيلة لها عادات معينة، صحيح؟ فقدر ما يرغب فيها في قدر ما يرغب في مثلها، قدر ما يرغب في مثلها. فلا بد للقاضي أن يعرف، أن يفرض مهر المثل، لا بد أن يعرف قدر مهر المثل، يعني أن يعرف هذه الفتاة من أي قبيلة أو من أي بلد أو وهكذا، فيفرض مهر المثل، مهر مثلها هي. ده الحالة الثانية، ولو إن خال العقد عن مهر وجب بأحد ثلاثة أشياء، أن يفرضه الزوج على نفسه، يقول سأدفع لها مهرا كذا فيشترط رضا الزوجة به. الثاني أن يفرضه الحاكم، وإذا فرض الحاكم لا يفرض أكثر من مهر المثل، بل لابد أن يفرض مهر المثل، ويشترط في الحاكم أن يعرفه، أن يعلم مهر المثل. طب بعدما فرض الحاكم مهر المثل، قالت الزوجة غير موافقة أو قال الزوج غير موافق، هل يصح؟ هل يشترط قبولهم؟ لا يشترط، لأن هي فوضت في البداية، قالت زوجني بلا مهر، وهو لم يفرض،
هو لم وكان بإمكانه أن يفرض ما يرتضيه، ولكنه ترك الأمر. ففي هذه الحالة يجب عليه على الزوج مهر الإيه؟ المثل. لو قالت الزوجة قليل لا يقبل، ولو قال الزوج كثير لا يقبل أيضا. واضح؟ يبقى لا يشترط رضا الزوج والزوجة في حال التفويض إذا فرض الحاكم. والثالث أن يدخل بها الزوج، أي بالزوجة المفوضة، يعني قال زوجني بلا مهر، فتزوجها ولم يفرض لها ولم يفرض الحاكم، ثم دخل بها، فإذا دخل بها وجب عليه مهر المثل. فإذا دخل بها وجب عليه، عندنا احنا في المذهب كي يفرض المهر لا بد من الدخول، أما مجرد الخلوة فلا توجب مهرا. الرجل عقد على امرأة، عارف، عقد، مجرد عقد، ثم خلا بها، يعني جلس هو وهي في غرفة بمفرديهما فقط دون أن يكون معهما أحد، حتى ولم يجامع، مجرد الخلوة. فالخلوة بها لا توجب الإيه؟ لا توجب لا مهر ولا نصف مهر. هذا مذهب الإيه؟ هذا مذهب الشافعية. وغير الشافعية أن الخلوة توجب. غير الشافعية يقولون أن الخلوة بالمرأة بعد العقد يوجب مهرا، ولكن عندنا لا توجب شيئا. يبقى لا يجب المهر إلا بالدخول، لا يجب المهر إلا بالدخول، أو يدخل أي الزوج بها، أي الزوجة المفوضة، قبل فرض من الزوج أو الحاكم، يعني دخل بها قبل أن يفرض الزوج وقبل أن يفرض الحاكم، ففي هذه الحالة يجب، فيجب لها مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ قدر ما يرغب في مثله عادة. طيب ما هو ركن هذا الأمر؟ النسب، ركنه هو النسب، والنسب من جهة الأب فقط، نسبها من جهة أبيها فقط، سواء في ذلك العرب وغير العرب، يعني ينظر في نسب العرب وينظر في نسب غير العرب، في نسب الآباء فقط، في نسب الآباء فقط. يعني ننظر، تقدم الأخت الشقيقة، أختها الشقيقة، ثم أختها لأبيها، طب أختها لأمها لا اعتبار له في أمر مهر المثل يعني. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بنت أخي هذه المرأة، ثم بنات أعمامها، ثم وهكذا. فإن فقد هؤلاء البنات من نسب أبيها وعماتها وجداتها من جهة الأب، ننتقل إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هنا غير ذوي الأرحام في الميراث. ذوي الأرحام في الميراث الذين ليس لهم لا فرض، لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، كالعمة والخال. لكن هنا العمة من النسب، لأنها من نسب الأبي. ننتقل إلى ذوات الأرحام اللي هي نسبها من جهة أمها، نسبها من جهة أمها. يبقى عندك حالتين، أصل أو الركن الأعظم في مهر المثل هو النسب من جهة من؟ الأبي، سواء في ذلك العرب أو غير العرب. ننظر إلى نسبها من أبيه، فننظر إلى أختها الشقيقة، ثم مثلا أختها لأب، ثم ابنة أخيه، ثم ابنة عمه، ثم وهكذا، ثم عماتها، ثم بنات عماتها، لأن هذا كله نسب من جهة الإيه؟ الأب. فإن تعذر ذلك انتقلنا إلى ذوات الأرحام. هنا من؟ النسب من جهة الأم. ذوات الأرحام هنا النسب من جهة الأم، وعشان لما تقرأ في حاشية أو في شرح، لما تقع على ذوات الأرحام هنا في باب الصداق، لا يأتي في بالك ذوات الأرحام في الإرث، أو تقرأ في الإرث ذوات الأرحام هناك غير اللاتي هنا. ذوات الأرحام هناك من؟ ذوات الأرحام في الإرث من لا إرث لهم، لا بفرض ولا بتعصيب، فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. هو عقد بها هنفرض من 3 سنوات، ثم تزوجها اليوم،
مهر المثل قدره بحال العقد أم بحال الدخول؟ قال لك بحال العقد. بحال الإيه؟ بحال العقد، أي ليس بحال الدخول. طب وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطئ وجب مهر مثل في الأظهر. إذا مات أحد الزوجين قبل فرض ووطئ، مات أحد الزوجين قبل إيه؟ قبل فرض ووطئ، وجب مهر المثل. وجب، طب هو وجب لمن؟ هو لو مات الزوج وجب لهذه الزوجة مهر المثل. طب إن ماتت الزوجة وجب على هذا الزوج مهر المثل لمن؟ لورثة هذه المرأة. وجب عليه مهر المثل لورثة هذه المرأة. وإذا مات أحد الزوجين قبل فرض ووطئ وجب مهر المثل مثل في الأظهر. ولنا قول تاني، في قول آخر للإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجب لها إيه؟ لا يجب لها شيء. والمراد بمثل بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة. وقلنا عمود هذا أو ركن هذا نسبها من جهة الأب. ثم قال: وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة. كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة، صح جعله ثمنا. ارجع كده معايا، ارجع معايا للبيوع. لما قلنا شروط المبيع أن يكون إيه؟ طاهرا، منتفعا به، مملوك، مقدور على تسليمه للعاقد عليه. ما لا يصح بيعه هناك لا يصح أن يكون مهرا. هل يصح بيع الخمر؟ لا يصح. طب هل يصح بيع الخنزير؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه نجس. طب إن سمى لها ما لا يصح بيعه، فقال: تزوجت فلانة على أن مهرها زجاجة خمر أو خنزيرا مثلا، هذا مسمى إيه؟ مسمى فاسد. هذا مسمى فيجب لها مهر المثل، مش هيجب لها قدر الزجاجة أو ثمن الزجاجة أو ثمن الخنزير مثلا، إن كان له ثمن عند أهله أو عند من يستعملونه أو يبيعونه، ولكن يجب لها إيه؟ مهر المثل. وإن سمى يقول لك إيه؟ كل ما الضابط في ذلك، كل شيء صح جعله ثمنا، كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة. وما لا يصح جعله ثمنا لا يصح أن يكون مهرا. فإن وجب لها أو فرض لها شيئا مما لا يصح أن يكون ثمنا كان مسمى إيه؟ نقول مسمى مهر فاسد. هذا مسمى مهر، مسمى مهر فاسد، فيجب بهذا المسمى مهر المثل. واضح؟ من عين أو منفعة صح جعله صداقة. قال: وسبق أن المستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم. 10 دراهم، 10 دراهم، 10 دراهم فضة يعني كم تقريبا؟ 500 درهم. يعني تقريبا بمقدار دينار تقريبا، مقدار دينار ذهب تقريبا، يعني بمقدار بالمصري يعني 15,000 تقريبا، يعني 15 تقريبا كده. واضح؟ قال: ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن. كتعليمها. طب لو كانت تحفظ القرآن، شيخ عبد الله، هي حفظ القرآن بالقراءات العشر،
وقال مهرها أن أعلمها القرآن وهي تحفظ القرآن، فقبلت، هي امرأة طيبة بقى من أهل القرآن وكده، فوافقت. صح أم لا يصح؟ صح، ويكفي مجرد قراءة القرآن عليها أو تقرأ هي عليها القرآن مرة أخرى، ولا يشترط تعليم القرآن أن يكون لها بالذات. فلو قالت مهري أن يعلم القرآن لغلامي، لها عبد أو أمة، أو هي كانت متزوجة من قبل وعندها ولد، فقالت مهري أن إيه؟ أن يحفظ القرآن لإيه؟ لولدي أو لغلامي، صح. طب إن فرض لها مهرا منفعة معلومة ولم تستوفي هذه المنفعة، إما أن طلقها قبلها، وإما أن ماتت أو مات هو، يعني قال مهرها القرآن، وبعد ما قال مهرها القرآن ماتت الإيه؟ ماتت المرأة، أو هو مات أو طلقها، يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل، لأن إحنا لا نستطيع أن نستوفي الحق من المنفعة، فسننتقل إلى العين كتعليمها القرآن. وتعليمها القرآن مش قيد، قال لك كاف، الكاف للتشبيه، تعليمها كتعليمها حرفة، مهنة، أي شيء، المهم شيء قابل للإيه؟ للبذل. أنت ممكن تذهب تتعلم حرفة معينة وتدفع مقابلها إيه؟ تدفع مقابلها مال. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، يسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، نصف المهر، هذا إن فرض لها، إن فرض لها ثم طلقها قبل الدخول لها المهر كاملا، لها نصف المهر. يبقى عندك المرأة الآن فرض لها مهر، فرض لها مهر، فلما فرض لها مهر لم يدخل بها، طلقها الزوج، يعني قال ومهرك كذا، قال مهرك 10,000، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يجب لهذه المرأة 5,000، نصف المهر. طب قال تزوجها على ألا مهر، فوضته، ولم يفرض هو، ولم يفرض الحاكم، ثم طلقها، لا، ثم طلقها لها المتعة فقط. وإن طلق الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، يا أيها الذين إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. يبقى لو كان الزوج فرض لها فرضا وطلقها قبل الدخول يسقط نصف المهر. طب إن لم يفرض لها شيئا وطلقها قبل الدخول لها المتعة، لها الإيه؟ ركز معايا. يبقى لو ماتت قبل الدخول، لو ماتت، فإن كان فرض لها فرضا أخذته، فإن لم يكن قد فرض لها فرضا ومات أخذت مهر الإيه؟ مهر المثل. مرت معنا. وإذا مات أحد الزوجين قبل فرض وجب مهر المثل في الأظهر. يبقى الآن نريد أن نلخص هذه المسألة. لو الزوج، نقول الزوج إما أن يفرض أو لا يفرض، فإن طلقها، فإن فرض لها فرضا وطلقها بعد الدخول وجب كل المهر. طب إن لم يفرض لها شيئا وطلقها قبل الدخول لها المتعة، لم يفرض، إن لم يفرض كيف سنقول نصف وهو لم يفرض؟ النصف إن فرض، لكن إن لم يفرض شيئا كيف سنقول نصف؟ هو لم يفرض شيئا أصلا. فإن كان قد سمى لها مهرا لها نصف المهر إن طلقها قبل الدخول. طب إن لم يسمي لها شيئا لها المتعة، لها المتعة. يبقى الزوجة المتعة، ما هي المتعة؟
ايضا المتعة، هذا المتعة هذه ايه هو قدر يرضي به المرأة إزالة للإيحاش. يعني هي امرأة تزوجها، عقد عليها، والناس علمت أن فلان عقد على فلان ولم يفرض لها شيئا، ثم طلقها. هذا بيحدث إيه؟ بيسبب وحشة، صح؟ خاصة هو لما كان عقد، هذه المرأة عزمت جيرانها وصرفت وكلفت وعملت، فاهم؟ فهذه سبب لها أذى ما، فيستحب أن يفرض لها إيه؟ المتعة، يفرض لها شيئا. هذا الأمر في القرآن، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، المتعارف بينكم، حقا على المحسنين. وهذا إن طلقتموهن من قبل أن تمسوا، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره، على المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر. لو طلقها بعد الدخول ولو دخل بها وجب كل المهر. طب إن لم يكن قد سمى لها شيئا ودخل بها يجب لها إيه؟ مهر المثل. ولم يسم لها شيئا ثم دخل بها وجب مهر المثل. ولو كان الدخول حراما، حتى لو كان الدخول إيه؟ كوطئ الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها، يعني هو عقد بها وأقام الزفاف في فترة إيه؟ حيضها، هي عبيطة وهو كذلك، فما الذي حدث؟ جامعها وهي حائض، كان هذا أول جماع بينهم، أيضا يجب به، يجب كل المهر. ولو أو كان في إحرام، هذا وطئ محرم تجب به الكفارة، ويجب بالكفارة المغلظة، ويجب عليها إيه؟ كل المهر. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، لا بخلوة الزوج بها في الجديد. يبقى مجرد الخلوة لا توجب مهرا، في القديم توجب، لكن الجديد لا توجب. وإذا قتلت الحرة، وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها. هي بعد ما تزوجت إيه؟ قتلت نفسها، وقد فرض لها فرضا، قتلت نفسها، فلما قتلت نفسها، لما قتلت نفسها لا يسقط حقها، ويجب على الزوج أن يدفع المهر الذي سماه أو فرضه لورثتها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها. يبقى الأمة لو قتلت نفسها، لو الأمة قتلت نفسها يسقط حقه، لأن بقتلها لنفسها هي لا تستعجل شيئا أصلا، أو لا تستحق شيئا، المهر للسيد. أو قتلها سيدها قبل الدخول، السيد يزوج أمته، زوجها لحر، ففرض لها مهرا، ففرض لها مهر ولم يدفعه بعد، فجاء السيد وقتل هذه الأمة. لماذا قتلها؟ استعجالا، لأن يأخذ هذا المهر مثلا، فيعاقب بقى، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أو قتلت الزوجة زوجها، هو سمى لها مهرا، قالت أقتله كي أخذ الإيه؟ المهر، فقتلته لأنه فرض لها مهرا لا تأخذه، لأنها استعجلته، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طب اشترك السيد والزوج في قتل الأمة، اشترك السيد والزوج في قتل، أيضا يسقط كل المهر، وقيل يسقط نصفه فقط. واضح؟ الذي يجب أن تفهمه من هذا الفصل أن المهر ركن، ولكن يجوز تخلية العقد منه، ويستحب ذكره في العقد،
فإن خلا عن العقد لمسألة التفويض صح العقد، ويجب بأحد الثلاث: أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى به الزوجة، أو يفرضه الحاكم ولا يفرض أكثر من مهر المثل، أو بالدخول به. فإن دخل بها وقد فرض لها فرضا وجب المهر، إن دخل بها ولم يكن قد فرض لها فرضا مهر المثل، بل دخل بها ولم يكن قد فرض لها فرضا وجب مهر المثل. إن طلقها قبل الدخول، إن طلقها فإن كان قد فرض لها فرضا وجب نصفه، إن طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها وجبت الإيه؟ وجبت المتعة. طب طلقها بعد الدخول، إيه؟ يجب لها كل المهر إن كان قد سماه، أو مهر المثل إن لم يكن قد سماه، ويجب لها مع ذلك المتعة أيضا. يعني المتعة هذه واجبة في كل طلاق، إلا طلاق المرأة التي طلقها قبل الدخول بها وقد فرض لها. المتعة تجب بعد في كل طلاق، حتى ولو أعطاها المهر، إلا التي إيه؟ طلقها قبل الدخول وقد فرض، لأنها تأخذ نصف المهر، ستأخذ نصف المهر. طيب، قال: أحكام فصل في وليمة العرس. قال: والوليمة على العرس مستحبة. متى يدخل وقتها؟ يدخل بالعقد. يبقى يجوز للإنسان أن ينشئ الوليمة بعد الإيه؟ بعد العقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول. الأفضل أن تكون بعد الدخول، لكن لو فعلها بعد العقد حاز أجر الإيه؟ أو ثواب السنة، أو أتى بأصل السنة. والمراد بالوليمة طعام يتخذ للعرس، وأقلها شاه، أقلها إيه؟ يسن أن يكون أقلها شاه، فإن لم يستطع فحسب استطاعته. والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاة، وللمقل ما تيسر. والإنسان الفقير ما تيسر له. طب والإنسان الغني يسن ألا تقل عن إيه؟ عن شاه. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. يعني في الوليمة على بسبب الولادة تسمى عقيقة، لأن الأصل في الأضحية أن يوزع لحمه، لكن الأصل في العقيقة أن يجتمع الناس على أكله، تسمى عقيقة. وهناك ولائم أخرى، وهناك ولائم أخرى، لكن الآكد أو إذا يعني أطلقت ينصرف إليها الأمر لوليمة الإيه؟ العرس. هي مستحبة، لكن الإجابة إليها إيه؟ قال: والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة، أي فرض عين في الأصح. قول الآخر أنها ليست فرض عين. ولا يجب الأكل منها في الأصح. طيب، هو الآن دعاك بالشروط التي ستأتي، دعاك أنت شخصيا، قال: يا فلان، وليمة عرسي يوم كذا، هذا يجب عليك أن تذهب، ولا يجب عليك الأكل، تطيب خاطره وإيه؟ وتذهب. طب إن كنت صائما، إن كان سيتغير خاطره بسبب عدم الأكل، يسن الفطر، تطيب للخاطر، طبعا لو مش صيام واجب، يعني صيام نافل. ولا يجب الأكل منها في الأصح. إذا أكل الإنسان الأكل اللي هو أكل الضيافة، أكل الضيافة حق لمن؟ ملك لصاحب الأكل. متى تتملكه أنت؟ تتملكه بوضعه في فيك، يعني الطبق اللي أمامك لا يجوز لك بيعه، لأنه ليس ملكك الآن، فإذا وضعته في فيك جاز لك أن تبيعه الآن، صار ملكك. ولا يجب الأكل منها في الأصح.
أما الإجابة لغير وليمة العرس، يعني الإنسان دعاك لوليمة عقيقة، أو لوليمة بناء بيت، أو لوليمة حفظ كتاب الله، أو لأي وليمة أخرى غير هذه الوليمة، وليمة العرس، الإجابة إليها مستحبة. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين، بل هي سنة، وقيل فرض كفاية. طب بل هي سنة، وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم الفقراء. وجاء رجل فعل أو عمل الوليمة ودعا إليها أغنياء البلدة فقط، لا يجب على أحد منهم أن يذهب، لأنه خص الأغنياء بها. فإن دعا الأغنياء والفقراء وجب على كل من دعاه بشخصه أن يذهب. لكن واحد وضع لافتة على باب مسجد، عندنا وليمة عرس يوم كذا، والدعوة عامة للجميع، لا يجب الذهاب. هذه لك لو قال لك يا فلان وليمة عرس يوم كذا الساعة كذا، وجب عليك الذهاب إلا لو كان عندك عذر. يبقى أول شرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم أي الأغنياء والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول، هذا لو كانت الوليمة أكثر من فلان يوم الأربعاء، وأنت يا فلان يوم الخميس. من الذي يجب عليه الإجابة؟ من دعي في اليوم الأول، ومن دعي في اليوم الثاني والثالث يستحب له، وأن يدعوه في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. مثل ماذا بقية الشروط؟ أن يكون ماله حلالا، فإن كان يعني شخص معظم ماله حرام، أكثر ماله حرام، حرم عليك الحضور. لماذا حرم عليك الحضور؟ لأنك بحضورك هذا المكان جائز حلال، صرت مقرا له، واضح؟ يبقى أن يكون ماله، أن يكون بلاش ماله، أن يكون ألا يكون ماله حراما. فإن كان معظم ماله طب إن كان كل ماله حلال يقينا وجب عليك الحضور. طب إن كان معظم ماله حرام، عفوا، معظم ماله حلال وبعضه فيه شبهة، لا يجب عليك الحضور، ويجوز لك الحضور، ولا يحرم عليك الأكل، ولا يحرم دعاك إلى وليمة، يجب أم لا يجب؟ لا يجب، يجوز أن تحضر. طب وإن أكلت أيضا، ما أكلته حلال، لأن على المعتمد أنك يجوز أن تأكل من مال من طيب الإمام الزركشي يقول: وإذا تبين ذلك فلا تجب إجابة دعوة في زمانه. فإذا كان ماله فيه شبهة، خاصة التجارات أو نحو ذلك، فلا يجب إجابة قهوة. يقول عن زمان، طب إحنا في زماننا بقى إيه؟ يبقى بين أمرين: حرمة الحضور، يجب أن يتحرى ما يضعه في بطنه، لأن هذه مما كل جسد نبت من حرام، فالنار أو الطعام الحلال تقطع من قواطع الطريق.
الإنسان اللي بيشبع كتير ده ما ينفعش في الطريق، طريق الصوفية يعني. ف إيه؟ أشعث أغبر يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه وملبسه فأنى يستجاب له. الشاهد يبقى لو كان، يبقى لابد أن الشروط اليوم الأول، الشرط الثالث أن يكون ماله، أن يكون معظم ماله، أن يكون ماله حلال. كان كل ماله حلال وجب الدعوة، إن كان معظم ماله حلال جاز الأكل، حرم الحضور وحرم الأكل. وقوله إلا من عذر، يعني في حالة لا يحرم عليك، يستثنى عفوا عدم الوجوب، مثل مانع من إجابة، إلا من عذر، أي مانع من ذا به المدعو، يعني دعاك ودعا معك من؟ هنفرض مثلا يعني، ودعا معك رافضيا، أنت تتأذى بحضوره، سائر أهل البدع، من إذا ذهبت وجلست سمعت منه الأذى، أذى يلحقك أو يلحق أهل السنة أو يلحق معتقدك، هذا لا يجب عليك الحضور. علم، فدعاك فذهبت فوجدت معظم الحاضرين ممن يكشفون عوراتهم، أو مثلا يتناولون محرمات، أو لا يليق بك، لأن لو جلست معهم مثلا يعدونك واحدا منهم، يعني يمزحون معك، ينزعون عمامتك، هكذا يعني، فهذا لا يليق أو منكر، لا يزول بحضورك. لكن لو حضرت فزالت، مثل ماذا المنكرات؟ قالوا كأن يكون في مكان الوليمة صورا أو تماثيل، صور أو تماثيل. حد معاه الشيخ الباجوري هنا؟ دي الباجوري؟ أو التماثيل أو المرسومة باليد، واضح؟ الصورة هذه التي يحرم عليك الحضور في هذا المكان إذا كانت صورة كاملة يحيا بها المصور، وإن لم يكن له مثال، كفرس مجنح، تشوفه في الكرتون، فرس له جناحين، هذا الفرس موجود في الطبيعة؟ لا، هذه الصورة يحرم عليك حضورها حتى لو كانت تمثال. لكن لو كانت الصورة مما لا يحيا بها مثلها، كمثقوبة البطن، قال لك رأيت خيال الظل أعظم عبرة. أيوه، فان راقي، شخوص هات كده بس ما اشوفها. هذه الابيات بيقول لك ايه، رايت خيال الظل، دي كان زمان، خيال الظل في صندوق، وفي شخص خلف هذا الصندوق يحرك هذه الصور ويقلد اصوات رجل وامراه ويتكلم الناس، هذا خيال الظل، منه كان صوره الشخص بتكون كامله، ومنه ما هي مثقوبه البطن، يعني قدمين وايه والشق الأعلى، والبطن غير موجود، فقط تتحرك إيه؟ فيقال خيال الظل، إذا كان مثقوب البطن، إذا كان مثقوب البطن جاز النظر إليه.
وإن لم يكن مثقوب البطن حرم النظر، حرم النظر إليه. يبقى الصورة إذا كانت كاملة، كاملة يحيا بها المصور، حرم الإيه؟ حرمت ابتداء واستدامة، حرمت ابتداء واستدامة وحرم النظر إليه. طب إن كانت جزءا لا يحيا بها مثلها، حرمت ابتداء وجاز استدامتها، حرمت ابتداء وجاز استدامتها. يبقى الصورة إذا كان زي ده، هذه صورة. طبعا الصورة الفوتوغرافية ليس لها هذا الحكم، أنا أتكلم عن الصورة الفوتوغرافية. لكن أنا أضرب لك مثال، صورة رأس رسمها شخص بيده، أو تمثال رأس فقط، هذا من فعله آثم في البداية فقط، لكن يجوز استدامته. مثله خيال الظل، خيال الظل ده كما صورت لك صور تحرك زي الكرتون كده، بس كانوا زمان ينظرون إلى الصندوق وهذا الشخص يحكي حكايات وعلى ألسنة هؤلاء، فكان الأطفال والناس يذهبون يستمعون إلى إيه؟ إلى هذا الإيه؟ ذكروا أنهم اختلفوا مرة في الجامع الأزهر عن حكم هذا الإيه؟ طبعا فيها خلاف بين المتأخرين، خيال الظل. فقالوا ف يعني فقال لهم رجل، حسب ما أذكر أن الإيه؟ هي موجودة في الشيخ الشرقاوي، أن القطب سيحل لكم هذا الإشكال. فمن دخل، من دخل وقال هذه الأبيات؟ قال هذه الأبيات، هكذا أخبرني سيدنا الشيخ، سيدي محمد الشهاوي الكبير، الجد التاسع لسيدنا الشيخ عبد العزيز، الجد الكم؟ التاسع لسيدنا الشيخ عبد العزيز الشهاوي، وهو من مشايخ الإمام السيوطي، وهو من مشايخ الإمام السيوطي أخذ عنه. فلما دخل سألوه عن حكم خيال الظل، فأجابهم إجابة غير التي يبحثون عنها، هم يبحثون عن حكمها شرعا، وهو ذكر لها حكمها على طريقة أو على لسان أهل الحقائق والتصوف. قال لك رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في علم الحقيقة راقي، شخوص لأرواح تمر وتنقضي، هي أشخاص لأرواح تمر وتنقضي، ترى الكل يفنى والمحرك إيه؟ باقي. كل هذه الصور في النهاية بعد انتهاء الحلقة تفنى ومحركها لسه صار شخص حي. فأشار بذلك إلى حقيقة الأكوان، أننا كلنا كخيال هذا الظل، كلنا نفنى والخالق هو الباقي سبحانه وتعالى. فذكر هذه الأبيات سيد محمد الشهاوي الكبير، دفين نمر البصل، له مقام كبير هناك هو وذريته. سيدنا الشيخ اللي أخبرني أن هذه الأبيات هو الذي قالها سيدنا الشيخ سيد محمد الشهاوي الكبير. طيب يبقى لو كان في مكان الوليمة صور، صور ما هي الصور إذا كانت حيوانا كاملا؟ طب إن ذهبت أنت وقلت لهم أزيلوا هذا المنكر، أزالوه، يبقى وجب عليك الحضور، وإن كان حضورك سيتسبب في إزالة المنكر وجب عليك الإيه؟ خلاص. وجب عليك الحضور. طب إن كان صور فوتوغرافية المأخوذة بالفوتوغراف، الشيخ السقاف في حاشيتي على فتح المعين قال فيها 4 أقوال، ولا نستطيع أن نجزم بقول منها أنه هو المذهب. ما يبدو